ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، إذن هل تكون هذه الجلسة نتيجة لهذه الجلسة فك الارتباط العراقي الأمريكي؟ بالفعل يعني الكل يترقب هذه الجلسة التي ستعقد بعد ساعتين من الآن، من المفترض طبعا أن تعقد بعد ساعتين من الآن وسط يعني مجموعة من الخلافات حول ما سيجري في هذه الجلسة، خصوصا وأن هناك أطراف كبيرة تدعو إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة ما بين بغداد وواشنطن، وأيضا إلى إصدار قرار بخروج القوات الأجنبية ومنها الأمريكية من العراق. لكن ربما هذا الأمر سيصطدم برغبة بعض الكتل ومنها الكتل الكردية التي تريد بقاء هذه القوات، على الأقل المدربين من هذه القوات داخل الأراضي العراقية، وبالتالي قد نشهد خلافات كبيرة داخل هذه الجلسة. أيضا هناك توقعات بأن الجلسة ربما يعني إن كان هناك خلافات قبل الجلسة فإن الجلسة ربما لن تعقد. على كل إن هي جلسة استثنائية لم يعلن عنها أو لم يعلن جدول أعمالها حتى الآن، لأنها ربما جلسة استثنائية. إضافة إلى ذلك لا يوجد نقل مباشر لهذه الجلسة، ننتظر الساعات القادمة ما الذي سيحدث، هل ستعقد هذه الجلسة، هل هناك مشاورات قبل هذه الجلسة، من هي الأطراف الراغبة بإصدار هكذا قرار بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، من هي الأطراف الغير راغبة أيضا. كل هذه الأمور ستتضح بعد يعني ساعة أو ساعتين من الآن. في هذا الوقت أيضا يعني هناك حراك سياسي آخر بدأ من قبل القيادات السياسية، خصوصا من قبل رئيس الجمهورية وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال، من خلال إجراء اتصالات مكثفة وأيضا تلقي اتصالات مكثفة من قادة وملوك العالم لطمأنة العراق حول ما يجري، وأن العراق وأنهم يدفعون بأن لا يكون العراق هو ساحة للصراع الإيراني الأمريكي. نعم. ماذا عن آخر التطورات الميدانية والشارع العراقي؟ الشارع العراقي بدأ يعيد نشاطه بالنسبة للتظاهرات. هو قلق جدا طبعا عن ما حدث من استهداف من قبل الأمريكان، وأيضا استهداف الأمريكان في بعض المناطق، خصوصا أن يوم أمس كان هناك محاولة لاستهداف الأمريكان في قاعدة بلد، والصواريخ التي وقعت كانت قرب قاعدة بلد. وأيضا على الخضراء كان هناك إطلاق صاروخين، الأول وقع في ساحة الاحتفالات دون إصابات، والثاني وقع في منطقة الجذرية. هناك قلق، هناك تخوف، هناك انقسام حاد ما بين الآراء في العراق. هذا الانقسام انعكس على الانقسام السياسي أيضا الذي يبدو انقساما عموديا. لا توجد رغبة في أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات. في نفس الوقت هناك من يؤجج هذا الأمر ويقول بضرورة محاسبة الأمريكان أو حتى يعني إعطاء إنذار للأمريكان، وبالتالي نحن نعيش حالة صراع سياسي شعبي واضح. إضافة إلى ذلك عادت التظاهرات نوعا ما وبدأت تأخذ زخمها مرة أخرى في الناصرية، قطعت الجسور أمام حركة سير العربات، في الديوانية قطع أيضا الطريق الرئيس الرابط ما بينها الديوانية وبابل والنجف، في بغداد أيضا هناك حراك داخل ساحة التحرير. نعم، شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسل الغد، كنت معنا من بغداد.